عندهم زواج مختلف، عندهم بوي فريند، وعندهم مثليين، ويدعمون المثليين، ويدعمون المجتمع الميم، ويدعمون الشواذ، واعترضوا على احكام وقانون البغاء اللي الرجل السيد المندلاوي في وقتها جزاه الله الخير. دول طالعين تظاهرات هسه حتى لا تسكتوا، دول طالعين تظاهرات بالنهايه، دول يدعمون المثليين. هذه التظاهرات، اسمح لي، هذه التظاهرات التي لا تكاد ان ترى بالمجهر، اللي عددهم تقريبا بحدود 400 نفر. وبالمناسبة ليش التظاهرات؟ انتوا ليش تركزون على قضية محافظات الجنوب والوسط؟ ليش ما رحت تتظاهرت بالأنبار؟ انت رجال من المذهب الآخر، روح تظاهر بالأنبار. ليش ما اعترضت؟ انت ليش لحد اليوم، من ذاك اليوم ما ذكرت ولا بصفحتك ولا بتغريدتك ولا بفكرتك ولا طرحت رأيي؟ انت معترض على المبدأ الإسلامي. المفروض تقول انت مو تعترض فقط تروح على المبدأ المذهب الجعفري وتقدح بالمذهب الجعفري وتحاول تنزل لك فد نسخ معينة بصفحتك الخاصة وتشتغل بقضية انه انت ناشط في مجال الدفاع عن حقوق المرأة. هذا انت هنا طلعت من قضية الصيغة القانونية ودخلت تقول انه انا رجال عندي فكر. احنا كل ما هذه قلت تريدون غرب، تريدون بوي فاند، وتريدون مثلية وكذا. عمي احنا نريد هذا القانون، هذا لا بي مثلية لا بي بوي فاند لا بي كذا، نريد هذا. ازاي احنا ندعم؟ منو قال ندعم المثلية؟ هاي مشلبينة يا الحج، انتوا تدعمون المثلية يا بس شو كنت دعمنا المثلية؟ شو كنت حكينا بالمثلية؟ شو كنت دعمناهم؟ حتى عن جرائم غسل العار انت تدافع عن جرائم غسل العار. هي جرائم غسل العار، اقول لك انت. انا ادافع عن غسل العار، انا ضد جرائم غسل العار. خلاص انت متبني هذه الافكار. جاب المثلية على غسل العار، ليش تستحي من قضيتك؟ جاب المثلية على غسل العار، انت ليش تستحي من قضيتك؟ انت صاحب راي، انا صاحب راي، انا ما داعي للمثلية. انت صاحب راي، ايش جاب لي غسل العار على المثلية؟ ايش جابها على هاي؟ زين انا رجل ضد غسل العار، انا ضد القتل، انا ضد القتل.